اسمحوا لي أن أبدأ في البداية بشيء من التاريخ. قبل حوالي 16 سنة تولى الملك محمد السادس الحكم، وقد جاء هذا الحدث وهذا الانتقال قد جاء مرفوقا بشعارات كبيرة، بل حتى سبق الانتقال مهدت له شعارات كثيرة مثل ملك الفقراء، ثم هناك شعار ديال العهد الجديد وشعار ديال المفهوم الجديد السلطة وشعارات كثيرة ومتعددة. هذه الشعارات كلها أنعشت الآمال في بزوغ مغرب جديد، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لغير ذلك. وقد اشتغلت الآية الإعلامية والإعلام الرسمي يعني بشكل كبير وبشكل نشيط من أجل الترويج لهذه الشعارات، وصدقها كثير من الناس وصدقها كثير من الشباب بأنه يبدو بأنه هناك مرحلة جديدة بالفعل أطلت، بعيد أننا نحن في العدل والإحسان يعني بكل صراحة لم نكن مطمئنين لتلك الشعارات، ولم نكن نصدق تلك الوعود، ولم نكن وحدنا يعني للإنصاف، ولكننا آثرنا السكوت لمدة معينة، لعلكم تذكرون هذا جيدا. لم نريد أن نتكلم حينها مخافة أن يؤول كلامنا أننا نريد أن نستغل تلك اللحظة الحساسة مرحلة الانتقال لحسابات ضيقة إلى غير ذلك، فأعطرنا أن نسكت بعض الوقت. لكن بعد الإلحاح مع أصدقاء ومع إخوان أيضا في الجامعة أنه لا بد أن نتكلم وأن نعبر عن موقفنا من مسؤولية بالعهد الجديد، فهنا جاءت مذكرة إلى من يهمه الأمر للأستاذ عبد السلام رحمه الله، وصاحبت هذه المذكرة استجوابات وتصريحات عبرنا من خلالها بوضوح عن موقفنا الصريح، وقلنا حينها بأنه ما سمي بعهد جديد ما هو إلا استمرار للعهد القديم، وقلنا أيضا بأنه إذا كان الحسن الثاني قد مات فإن نظامه لم يموت. هذه العبارات قيلت وتكررت في أكثر من مرة. هذا الموقف جرى علينا أتعاب يعني كثيرة، ويعني تعرضنا لهجوم كاسح، وشارك في هذا الهجوم سياسيون، مناضلون، مثقفون، علماء، أفراد من حركات إسلامية وغير إسلامية. تعيب علينا هذا الموقف الذي يكاد يكون خارج سماه أحد خارج الإجماع. فإذن هذا الموضوع يعني أثار ما أثار من زوابع آنذاك. فإذن استمر يعني الأوضاع كما تعلمون، ومرت الأيام ومرت الأعوام، ولما هدأ الضجيج وانكشف الغبار بدأت الممارسة القديمة تطلم الجديد، وبدأ التضييق على الصحفيين وعلى الجمعيات الحقوقية وعلى كل الأصوات التي كانت تغرد أو تغرد خارج السرب الرسمي، بدأت تتعرض لمضايقات شديدة، وبدأ الحديث مرة أخرى على التراجعات وعن الوعود المخلفة. وكان مما أيضا مما نشر في هذه الفترة أن الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي كان ذكر في خطابه الشهير في بروكسل بأن تجربة التناوب قد فشلت. إذن استمر التحكم، استمر التسلط والاستفراد بالسلطة والثروة، وترتب عن ذلك نتائج يعني صعبة جدا اقتصادية واجتماعية، إلى نطول الزمن إلى أن جاءت 2011 هبت ما يسمى برياح الربيع العربي، و
تزعزعت عروش وسقطت أنظمة، وخرجت المظاهرات في المغرب في أكثر من 50 مدينة تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد. فكان الرد المباشر والرد السريع من قبل القصر هو خطاب 9 مارس. خطاب 9 مارس جاء ليبشر بدستور جديد وبمرحلة جديدة لتحقق الأحلام المجهدة والوعود المخلفة. بمجرد ما تم الإعلان عن الطريقة التي سيتم بها الإعداد ديال الدستور، أدركنا كما أدرك يعني آخرون غيرنا بأن المنتوج قطعا لن يكون في مستوى تطلعات المغرب، وأنها مجرد خدعة لكسب الوقت ولامتصاص الغضب. ورغم أن كانت الحيلة كانت مفضوحة، لأن من خلال السياق ومن خلال التهيئ ومن خلال اختيار اللجنة كان بين الشغل في الغالب، ولكن مع ذلك مرة أخرى صدق كثير من الناس وقالوا مبادرة شجاعة، ولا شك أنها ستتمخض عن 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 وثيقة تكون في جديرة بالاقتداء. ثم خرج الدستور واطلع عليه جميع، واكتشف الدارسون فضلا عن الذين كانوا يؤملون دستور حقيقي يعبر عن إرادة الأمة، اكتشفوا بأنه لم يكن يختلف كثيرا عن الدساتير السابقة. وقع نوع من الانتشار ديال الفصول، وحيد من هنا وزيد من هنا شوية، وهذا الفصل قسموه هذا عاود ديروا من هنا إلى آخره، ولكن لم يغير من بنية النظام الاستبدادي، لم يغير منها لمن منها أي شيء. فإذا علي كانت واحد خيبة أمل كبيرة جدا. أصبحوا يتحدثوا عن الاستثناء المغربي وعن الربيع المغربي وعن هذه التجربة الفريدة الجديرة بالاقتداء، لكن جاءت الممارسة لتفضح المستور ولتبين حقيقة الأمر ولتبين أين تكمن الصلاحيات الحقيقية، وبأن الصلاحيات لا تزال كما كانت في الدساتير القديمة، لا تزال بيد القصر والمحيطين بالقصر الملكي. فإذا هذا الوضع يعني ترتب عنه ما ترتب، وازدادت المضايقات، و اللي تعرض لها الجميع ولم يسلم منها أي أحد، وخاصة أنتم رجال الإعلام ربما أول من يتعرض لمن هذه الأشياء، كلكم تذكرها وتذكرون يعني بعض ما وقع للجميع. لكن الغريب وهو أنه في هذه الفترة يعني صدر واحد خطاب آخر عوض الحديث عن الدستور وعن العلل الكامنة في الدستور، يعني اختطف النقاش وأصبح الحديث عن تأويل الدستور وعن تنزيل الدستور، بمعنى أن المشكلة ليس في الدستور وإنما في التأويل الذي قد يكون ديمقراطي وغير ديمقراطي، وكل هذا لتهريب والاختطاف النقاش حول الموضوع الحقيقي. لست بحاجة لاستعراض مظاهر الفساد ومظاهر الاستبداد التي يعاني منها بلدنا على كل المستويات، سواء على المستوى الحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو القضائي أو الإعلامي أو غيرها. هذه أشياء معروفة لدى الجميع وأنتم كلكم تكتبونها يوم الجامعة. لكن الظاهرة الجديدة اللي في الحقيقة يبدو بأنها ملفتة، وهو هذا الإسفاف غير المسبوق في الخطاب السياسي. كان الحسن الثاني الملك الراحل وصف ذات ليلة أو شبه ذات ليلة البرلمان المغربي بأنه سيرك. لست أدري ماذا كان سيشبه به الخطاب السياسي لو حضر ورأى يعني الحال التي وصل إلى الوضع. الأمر الآخر أيضا اللي هو ملحوظ، وهو أنه كما هي عادة الأنظمة الاستبدادية عموما، وهي أنها تحاول أن تملأ دائما الفراغ وتحاول أن تشغل الناس بالمعارك الجانبية
وللإيقاع يعني تطبيقا للمقولة المشهورة فرق تسكت. وهكذا يعني أصبحنا نرى وإلى اليوم هناك معارك كثيرة جانبية، ومعركة تنورة نموذجا، يعني معارك تثار جانبية بصرف صد الناس وإلهاء الناس وصرف الناس عن المنكر الأكبر وعن الداء الأكبر وأصل البلاء اللي هو الاستبداد وهو الفساد. قبل ربما باش نطول باش نعطيكم الكلمة قبل أن أختم، وهو أنه من المفارقة العجيبة أنه رغم هذا الوضع ورغم يعني ورغم قتامته كما تؤكد كل التقارير سواء المحلية والدولية، بل كما يؤكده قبل التقارير المواطن المغربي الذي هو الذي يعيش هذا الواقع ويكتوي برضاه حيث ما حل وارتاح سواء في السوق ولا في المدرسة ولا في المستشفى ولا في المحكمة ولا في مدى، يعني رغم هذا الواقع ورغم هذا الحال التي الآن يشتكي منها الجميع، لا يزال يطرح علينا في العدل والإحسان لما لا تشاركوا؟ علاش ما تشاركوش؟ وكيزيد بعضهم تيقول لك ولو من طرف خفي، لماذا تتحالفون مع بعض الأحزاب قريبة منكم أو كذا وكذا؟ نشارك مع من وفي ظل أي شروط ومن أجل أي هدف إلا أن يكون المطلوب هو المشاركة من أجل المشاركة. قبل سنوات سئل الأستاذ عبد السلام ياسر رحمه الله هذا السؤال وجاوب بهذا الجواب، قال العاقل لا يلعب مع الأفعى، العاقل لا يلعب مع الأفعى، يعني تشارك مع المخزن، المخزن أفعى ومن يقترب من الأفعى تأكله، من يقترب من الأفعى تأكله، ومن يريد ماء دار المخزن يصاب بالبلاء 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 و يعني البلاء يعني ما يبقاش يعرف يحسب، يعني ما يبقاش يعرف يحسب. وتأملوا إن شئتم مناضلين كانت لهم صولة ومفكرون وعلماء كان لهم في أعين الناس تقدير واحترام وشخصية كانت بارزة كانت لها مهابة، فلما اقتربوا من الأفعى أكلتهم، لما اقتربوا من الأفعى أكلتهم. ولو بغيت نذكر لكم غير واحد مثال بسيط جدا لأنه ما بغيش ندخل شي أمثلة أخرى باش ما نتخاصم حتى مع شي واحد رمضان هذا، أنا ما عنديش غرض باش نتخاصم مع شي أحد، غنمشي شوية بعيد. يعني في 2006 باش يبرر شكيب بن موسى وزير الداخلية السابق، كنت تعرفوه إنسان ذكي جدا وخريج مدارس مرموقة من فرنسا ومن كامبريدج الأمريكية وشواهد وإلى غير ذلك، فإذا إنسان ذكي هذا الرجل باش يبرر ديك الحملة اللي تقول ضد الجماعة، سولوه قال لي علاش؟ قال لهم إن جماعة، قال بالحرف الواحد، إن جماعة العدل والإحسان بتكتيفها للأنشطة أصبحت خارج القانون. هكذا، هل يقول إنسان ذكي يحتفظ بذكائه هذه حتى الله ما يقول وغير سولنا نعاون واش يقول، يقول هالكلام بمعنى أنك لا شطي بزاف تصبح خارج القانون، وكأن النور والمعيار هو أن لا تكون نشيطا لكي تبقى دائما في إطار القانون، لعله يستحضر، لعله أصبح عنده المعيار وبعد الأحزاب التي لا تنشط إلا هي انتخابات. الخلاصة باش نخلص أجملها في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى وهي أن النظام السياسي في المغرب لا يزال وفيا لطبيعة الاستبدادية المخزنية الموروثة، لم يتغير منها أي شيء سواء قبل 2011، قبل دستور 2011 أو بعد دستور 2011. الملاحظة الثانية وهي أن كل المحاولة التي رامت الإصلاح من الداخل بدأت بالفشل، وتذكروا صريح ديال اليوسفي في بروكسل، وكل المحاولات التي تروم الإصلاح من الداخل سوف تلقى نفس المآل، ليس لعدم كفاءة أصحابها
لا الشروط المعرقلة التي لا يمكن أن تترك لها مجال لكي تحقق برنامجك. وبناء عليه فإن معاناة المغاربة ستتواصل، الفوارق ستزداد، الأسعار سترتفع، الفساد والرشوة والمحسوبية ستستمر. ولي كان كيتوقع في ظل اختناق سياسي الراهن غير هذا الأيام بيننا. الملاحظة الثالثة وهي الانتخابات لراجية الآن لراها تقريبا يحاولون يصنعون من حدثا انتخابات الجماعية وغيرها لغاية من بعد. الانتخابات كل الانتخابات الماضية لن تكون لها أي جدوى في ظل الضبط والتحكم المسبق للخريطة السياسية. إذن ما كاينش هناك كاين ضبط وكاين تحكم، وبالتالي لن تكون هناك لن تؤدي هذه الانتخابات الوظيفة المنتظرة منها. الملاحظة الأخرى الرابعة وهي أنه هذه المسألة الحاجة إلى تحالف عريض للتصدي لمنظومة الاستبداد والفساد تتأكد كل يوم، وقد آن الأوان لكل القوة الراغبة في المغرب الجديد أن تتجاوز الخلافات العقيمة وأن تتعاون من أجل المغرب الجديد يجد فيه كل واحد موقعه ويجد فيه فرصته، ليست فرصته، حقه في التنافس الشريف من أجل الصالح العام. والنقطة الأخيرة وبها أختم وهي أن التغيير المنشود الذي ننشده جميعا تفرضه إرادة الأمة ولا يتسول من أبواب الاستبداد، مصداقا للقاعدة التي تقول بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى. وتذكروا أن من يقترب من الأفعى تأكله، ومن يريد دار المخزن أو ما دار المخزن يصاب بالبلاء. عافانا الله وإياكم وشكرا لكم.